ترك السلاح. مات قبل أن تتحقق أمنيته. كان يريد أن يرى أكتافا تحمل الزهور للبنادق، لكن الفنان فرسان خليفة ترجل قبل ذلك. غادر أولا البلاد التي غنى لبقاعها وشعابها في أول أوبريت عرفته اليمن تحت مسمى ريح الشروق، ثم غادر بعد ذلك الحياة كلها في أحد مشافي دولة الإمارات، حيث أقام هناك منذ مطلع السبعينيات، لكن بلاده لم تغادر. أطرب لأجلها الكثير وتنقل في أغانيه بين مختلف الأنحاء. كان يحلم أكثر من واقع الموطن الذي ولد فيه عام 1941. حضرت القرى والعزل والمناطق في أغانيه، ألغى بألحانه الفوارق وأزال الجغرافيا. لم يكن في تصوره أن يقضي الصراع على كل ما بناه مع جيل واسع من الشعراء والفنانين الذين كانوا تواقين للروح الواحدة. غنى لثورة 26 من سبتمبر بروح مشارك في القتال، وأطرب بثورة أكتوبر بنبض أحد فدائييها. أوجد جسورا بينما كان يشهد نوعا من قطيعة الشمال والجنوب. 1963 كانت حنجرته تشدو في صنعاء لأجل اليمن الثائر الخارج من ظلمات الإمامة، ثم رحل حين رأى كل تلك الوشائج تتمزق. رحل وهو يرى الحلم الكبير الذي لأجله أنشد وقد غدا كوابيس صغيرة. ترك جمهوره وهو يحاول مجددا كسر القيود والخروج من الماضي. ترك اليمن حين ارتفع فيها صوت المدفع على لحن الحناجر وصوت ألحان الموت على أغاني الحياة.